الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت أولسنا نخاف من الجن، الجواب: الخوف من الجن ينقسم إلى قسمين، خوف طبيعي لا لوم على الإنسان فيه، كأن يخاف من المكان الخالي، أو يخاف من أن يفجأه جن، أو إذا قيل إن في هذا المكان جنا خاف من الإتيان إليه، هذا كخوف العبد من اللصوص وخوف العبد من النار والحية، خوف طبيعي. لكن الذي يخاف من الجن خوف سر بأن يصيبوه بأي ضرر لم يقدره الله عز وجل، أو خوفا مبنيا على أن الجن تملك نوعا من التدبير أو التصريف بدون إذن الله عز وجل، فانقلب الخوف من خوف طبعي إلى خوف سر وتعبد، وهذا الخوف لا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى. فمن صرف شيئا من خوف التعبد أو السر لغير الله فقد اتخذه شريكا مع الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فعلق الإيمان على توحيده بالخوف. وقال الله عز وجل: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.